قاعد نفسك. حاضر. عدل نزل ايدك. عم مظبوط؟ ايوه. هيبدا العسكري ده. عبد المقصود. ايوه. شوف لنا وحياتك خيمة قديمة وفصلها له. والله العظيم تلاتة حالك حالك اول الحشية. يا جدع هنا علاج الاستال اسكت. افتح بقى كويس. عندك هنا حشو دسي لازم اعمله لك دلوقتي. البركة فيك. اهدي وانش. لا دي بكر عشان تحشي اسنانك. افتح بقى كويس. عمليات ده يا حبيبي. سيبوا بخش ازاي بس يا دكتور؟ خطره بس يا ابني. قول له علامات يا عسكري. مفتوحه منين دي؟ هي ايه يا فندم؟ العلامه. علامه؟ ايوه علامه الخلف. العلامه يا عسكري. حاضر. والعلامه دي محطوطه فين يا فندم؟ على اللوحه. واللوحه محطوطه فين؟ على الحيطه يا عسكري. يا نهار اسود وهو كمان في حيطه. انت بتستعمى ولا ايه؟ لا يا فندم. هتبص ولا لا؟ حاضر يا فندم. مفتوحه منين؟ اللي قول لي وحياه ودك هي مفتوحه منين؟ بص قدامك وانت شوف. حاضر. مفتوحه منين دي؟ فندم خلاص. انا شايفهم كله. كويس. قول. مفتوحين من الوسط. بتستعبط ولا ايه يا عسكري؟ لا يا فندم. ما تبصش قدامك. حاضر. مفتوحه منين دي؟ ايوه بس. حاضر. 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 بص. حاضر. بص على طول. بص قدامك. مفتوحه منين؟ تحت. ايوه. شمال. ايوه. يمين. هلأ. يمين وشمال وفوق وتحت. يا عسكري. ما انا مش شايف يا فندم. بص تحت. جرى ايه؟ بص كويس. ما انا بس كويس. جرى ايه يا عسكري؟ عسكري مشيلش حاتة. عسكري جمال الدين بركة. عسكري عبد الفتاح عطية. عسكري ماركو ابراهيم. عسكري جابر محمود. عسكري زكي عباس ابو نواس. عسكري عبد العزيز شرشوح. عسكري عوكل سويلم الفلوطي. عسكري حسين عبد الوهاب المسدد. افندم. عسكري نور الدين محمد اسماعيل. افندم. دار يوم باشا الجماعة الأولى. حاضر يا فندم. كله شيل المخل. يلا يا عسكري صوت. اخلص اليمين. الله 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 الله. ايه ده؟ اخلص عسكري اهو. يا عسكري استنى. حلمك يا عسكري. والله العظيم عال قوي. شيل يا عسكري. اخلص عسكري شيل. الله. اليمين دول يا عسكري. يمينك يا عسكري. ما انتش عارف يمينك فين؟ دي. ايوه ايدك اللي بتطرقع. هي دي اللي ما بتطرقعش. لا يلا اليمين دول. معتاد المارش. كل يوم المخل انا. يا عسكري هنا عسكرية. هنا ضبط. هنا ضبط.
فاهمين؟ فاهمين. ما بتردش ليه؟ ما فهمتش؟ انا يا فندم فهمت الظبط، انما الربط لله في لله ما فهمتهاش. الظبط والربط هم روح العسكرية، يعني الطاعة، النظام. نجد ايدك. احترام اوامر الجيش وتنفيذ اوامره، واهم شيء، اهم شيء احترام الرتبة الاعلى واطاعة الاوامر اطاعة عليا. مفهوم؟ مفهوم. دور يا ام باشا على ميز الاكل. ما تتفضل امانة يا شوش عطية. اخرس اخرس يا عسكري. عسكري بتتكلم باللوندي. اسمك ايه؟ اسمي زيزو. زيزو. لا مش ممكن، مش ممكن. فين الارداف؟ كاسو كاسو. فين يعيش الفينو؟ انا عاوز ترابيزه لوحدي. الوهاب بنفسه قال لي سيب الاكل واسمعني. ما سيبش الاكل. اسمع الاوامر واسمعني يا عسكري. احنا سيبنا الاكل افندم. ساعة ما يخش عليكم ضابط ولا صف ضابط وينادي ويقول اسمعنا. اخرس يا عسكري. حاضر يا فندم. وينادي ويقول ثابت. انا اللي ثابت ما فصل. اخرس يا عسكري. كل واحد منكم يسيب الاكل ويثبت مطرحه عشان يسمع الاوامر. مفهوم؟ مفهوم. اشتغل. اشتغل ازاي بس؟ مش اما الواحد ياكل. كل واحد منكم يسمع الندى يشتغل يرجع للحاله اللي كان عليها. اشتغل. ثابت. اسمعوا كلكم، الطوابير هتبتدي من بكره، وحيث النهارده اول يوم لكم في مركز التدريب فيعتبر يوم راحه. الساعه 7 مساء 10 والساعة 9 هتضرب نوبة رجوع. أول ما تسمعوا النوبة دي كل واحد يلزم العنبر بتاعه، وغير مسموح لأي واحد بالخروج بعد سماع النوبة دي لأي سبب من الأسباب. فاهمين؟ الساعة 9:15 هتضرب نوبة نوم. أول ما تسمعوها تروحوا على النوم على طول، كل واحد في سريره. طبعا سرير اللي في البيت. لا اللي في العنبر. اشتغل اشتغل. ثابت. يوه 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 يا فرطوس. صعلوك. لتكن مشيئتك. الله عزيز فرمي على طرف المية. يا دمت الهدف. انا يا اخي انا زكي عباس ابو النواس الشهير بترمس. الله
ما قلنا لك زكي عباس ابو النواس. قف يا انت. الله جرى ايه يا دفعة؟ انت سمعك تقيل كده ليه؟ بقول لك زكي عباس ابو النواس. يو في ايه يا عسكري؟ ولا حاجة يا فندم. الراجل الحارس بيقول لي من انت؟ قلت له 3 مرات زكي عباس ابو النواس مش مخلص. لما الحارس يعرضك ولا قف من انت ترد عليه وتقول امين. امين ازاي اذا كان انا اسمي زكي؟ امين ده الرد المصطلح عليه. ايوه. لما اقول لك امين ما تحركش من مكانك الا لما الحارس يقول لك تقدم. طب يا سيدي كتر خيرك. سابق. عارفها دي بتاعت الاكل. تعالى يا عسكري ناخد. اوه وبعدين بقى؟ بعد لو بتقوم. ايوه. ما تسيبش العنبر بتاعك، مفهوم؟ مفهوم، بس دي حاجه ما تتعملش في العنبر ابدا، دي حاجه. العنبر بتاعك يا عسكري. عسكري العنبر بتاعك. يا فندم ما هي اصل العنبر ما تنفعش. فين يا عسكري؟ تعالى خد. يا فندم. تعالى يا عسكري. سيبني يا فندم. تعالى يا عسكري. انت وهو جهز نفسك منك. لو 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 انت يا عسكري في حاجه يا ازي عسكري بلح مياع؟ من فضلك انا ما نمتش طول الليل ومن حقي يا الكاس حقوقك سيد ولبس حشره. ها بتقول ايه يا عسكري؟ بقول حاضر ايوه. السلام. ما شاء الله لحيته شريفة. جرمش جرمش. ايوه. امك مين في ازي؟ شوف مين بيكلمك. صباح الخير يام يام باشا. ها يا شويش يا شويش. انت يا عسكري انت خير على عيونك يا شويش عطية. صباح النور يا استاذ حسين، سهرك ابيض اهو كده النشاط مش زي الدنابلة. ادي نصك عسكري. خد بالك شويش
اصله بياع عرق سوس يا فندم، ووسطه معوج من شيل القدره، ويلزم وقت لحد ما يتعدل. بلاش كلام فارغ، اقعد وسطك، خد كتافك لورا، بص فوق، علم الخط. يخرب بيتك، لازم تبيع الاسوس، ما كنت تشتغل ساقع احسن. انكتم يا عسكري. انكتمت. طيران الشمال، بلاش فرقه، طيران الشمال، لا شمال، وقف كويس. كويس يا حسين، وقف. افتح الفضول عسكري نمره اثنين، حط قدامك اعداد المرج بالعدد يا جماعه. ايدك بس، بلاش حركه نمره ثلاثه، بعدين نمره اربعه، بعدين عسكري نمره اربعه، اثبت ايدك اليمين قدام ورجلك الشمال قدام، وبعدين عسكري نمره اربعه، رجل الشمال قدام، ايوه الرجل الشمال قدام والرجل اليمين ورا، تمام. امشي يا عسكري، خطوه لقدام، بلاش حركه نمره اربعه، تمام. حرك بسرعه قدام، رجلك اليمين قدام، رجل ورا فيك، بلاش كده، طيب شغلته كتير، اقف كويس، ايوه كده، بص فوق كله، معتاد المرش بالعدد، تمام. اثنين، رجلك اليمين هي اللي قدام، ودراعك الشمال هو اللي قدام يا عسكري نمره اثنين، بص قدامك، مع واحد، حرك، مع اثنين، مع واحد، مع اثنين، مع واحد. الجمهورية